طيب تعال نقول بسم الله ونبدأ مع connect unit 8 listen to وركز معايا. Our trip to the sea, رحلتنا للبحر. يا ترى احنا نروح رحلة نعمل ايه في البحر؟ تعال اقول لك. Last week, استنى بقى علشان واحنا بنقرا انا هبدأ اركز على الجرامر بتاع الدرس بتاع النهارده. Last weekend, حط underline على last وحط underline على went. مش فاهمك كلمة last ده هي دكتور اياد معناها الماضي. Last weekend يعني نهاية الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع اللي فات اللي حصل ماضي. يبقى الفيرب جي بعدها فين؟ جي بعدها وانت يا دكتور يوسف. يبقى أي كلمة فيها لست حط مين؟ وانت. ما ينفعش أحط جو. Last weekend we went to دميتة. هو مين يقول لي دميتة دي يعني إيه؟ دمياط. يبقى إحنا اللي نهاية الأسبوع اللي فات إحنا رحنا دمياط. ليه يا أحمد؟ to see. حط underline على see واكتب فوق see infinitive. يبقى to بيجي بعدها إيه؟ infinitive. هو ايه الفلفلتيف ده؟ الانفينيتيف اللي هو فعل بدون اضافات. طيب grandma and grandpa who live by the sea. يبقى احنا هنا هو رحنا علشان نشوف مين الجراندبا والجراندما اللي هم فين. live by the sea حط underline على by. كلمه by ده اهي اكتب عليها بجوار او بواسطه. يبقى كلمه by يجي معاها حاجتين. يبقى كلمه by زي ما الدكتور قالت كده نير يعني قريب. يعني مثلا اجي اقول ان انا ايه انا قرب المدرسه دلوقتي صح؟ مش انا قرب المدرسه، قرب مدرسه النهضه دلوقتي 3 4 شوارع بس مش جنبها. طب امتى ابقى جنبها؟ لو انا البيت اللي جنبها على طول يبقى هنا باي. يبقى باي معناها بجوار. طيب وساعات بتيجي مع المواصلات بتبقى بواسطه. يعني اجي اقول لك ايه اي جو تو سكول باي كار باي باص باي توك توك. يبقى هنا معناها بواسطه. We swam in the water. احنا عمنا في المية. بص كده يا مستر مش هو قال لست في البداية عشان كده ما قالش swim ما قال ايه swam. Which was deep and blue. استنى مين شاطر يقول لي البحر هو وصفه بكم صفة؟ deep وبلو. طب معلش مين يقول لي deep يعني ايه؟ عميق. يبقى البحر ده مش للأطفال هتروح هتغرق خلي بالك. وكمان بلو هو البحر بيبقى لونه بلو ازرق. طيب We saw lots of fish. احنا شفنا ايه؟ حط underline على سو البسط. And an octopus. هو ايه الاكتوبوس ده؟ احنا شفنا الاكتوبوس. كلمة تو اكتب عليها ايضا واكتب عليها جدا. ايوه شطورة. طيب مين شاطر عسل جدا يقول لي الفرق ما بين تو معناها جدا وتو معناها ايضا. امتى تبقى كده وامتى تبقى كده؟ اقول انا طيب بص عسل. يبقى تو برافو عليكي جدا جدا. يبقى تو لما بيجي بعديها بص كده انا هكتب فوق تو لما بيجي بعديها صفه يا اياد يبقى هنا هو معناها جدا سخن جدا. لكن لما بتيجي في الاخر بتبقى ايه ايضا زي مي تو. طيب جراندبا كوت حط اندرلاين على كوت. مين شاطر يقول لي كوت دي البسط بتاع ايه؟ لا كاتش. يبقى كود دي البسط بتاع مين؟ يبقى جدي اصطاد سمكه. ويتش جراندما ميد. مين شاطر يقول لي الميد دي البسط بتاع مين؟ ميك اللي هي صنعت ايه؟ ا لافلي انتو ا لافلي ديش يعني طبق جميل. صنعت من السمكه دي طبق ايه؟ جميل. طيب وي اد ذا ميل. مين يقول لي ادي البسط بتاع مين؟ ايت. اد ذا ميل اند هاد هيلثي ديزرت. يبقى احنا كنا وجبه جميله وكمان احنا حلينا بايه؟ بهيلثي ديزرت. هيلثي ديزرت اللي هو الحلو الصحي. يعني حلو صحي يعني حاجه بياكلها بعد الاكل كده بالظبط تكون فاكهه. يعني مش بسبوسه. البسبوسه دي ايه؟ اني هيلثي. الكنافه اني هيلثي. لكن لو انا اكلت موزايه بطيخايه عنبايه والقسايه الكلام ده كله ايه؟ لا القلقاس طبعا مش ديزرت طبعا بهزر. طيب طبعا ممكن ايه؟ ممكن اكل زبادي زبادو الحاجات اللي هي الحلوه دي اهو. بص بقى الديزرت ايه عد معايا. ادي 1 بانانس ابلز اند فروزن يوجرت. معلش مين يقول لي ايه الفروزن يوجرت ده؟ لا زبادي. زبادي زبادي اللي هو مش مجمد. هو يقصد بيه اللي هو الزبادي اللي في الايه اللي هو المثلج او حتى هو كاتبه فوق الزبادي المثلج يعني اللي انت ايه بتبقى جايبه من الايه من التلاجة على طول. وسوا وسو. مين يقول لي سو دي البص بتاع مين؟ لا سي البسط السوري. يبقى البسط بتاع البسط بتاعت مين؟ سي. وي ثو احنا الايه شفنا سام اولد فوتوز اند سانج ا سونج. مين يقول لي سانج دي البسط بتاع مين؟
سينج. الله ينور، يد بدأ يشتغل سونج. يبقى احنا شفنا صور قديمة ليهم وغنينا أغنية. But time was short، للأسف الوقت كان قصير. And the day wasn't long، اليوم ما كانش طويل. We felt happy، مين يقول لي فيلت دي البسط بتاع مين؟ فيل. احنا شعرنا ان احنا سعداء. It was a day to remember، يعني يوم ايه هنفضل ايه فاكرينه ومش ناسينه، لا ينسى. We will go again soon، احنا هنيجي ايه قريب. امتى؟ اللي سبتمبر، يعني ايه في اوائل سبتمبر، 1 سبتمبر 2 سبتمبر وهكذا. طيب انت ملاحظ حاجه يا عمار؟ ملاحظها ان كلمه لاست لما بدا، عشان لما تيجي تكتب باراجراف لاست دي معناها الماضي. بص كده كل الافعال عملها فين؟ في الماضي، في البسط. اوكي طيب تعالى نقرا مع بعض. هات البيج اللي قبلها. ابويم معناها قصيده، يعني ايه القصيده اللي هي زي قصيده شعر. طيب تعالى نجرب نفسنا في الريدنج كده، يلا بينا. مين يقول لي كلمة قصيدة يعني؟ بويم، مش بومة، بويم. طيب عطلة نهاية الأسبوع؟ ويكند. طيب مين يقول لي شاطئ؟ بيش. مين يقول لي قنديل البحر؟ بيش. أحمد ما بيقولش ليه؟ كلمة عميق؟ دي. كلمة فيلم؟ مافي. طيب كلمة رحلة؟ تراب. طب مين يقول لي دمياط؟ دميتا. طب مين يقول لي النهار؟ زبيل. مين يقول لي الحلم؟ ديزرت. طيب مين يقول لي حل الحلوى؟ مين يقول لي مجمد؟ مين يجيب لي البسط بتاع انجوي؟ عاش. مين يجيب لي البسط بتاع تشيك؟ مين يجيب لي البسط بتاع يوز؟ مين يجيب لي البسط بتاع تيست؟ تيست. طب مين يجيب لي البسط بتاع رين؟ طب مين يجيب لي البسط بتاع ريمبر؟ طب مين يقول لي انجوي معناها ايه بالعربي؟ طب مين يقول لي تشيك معناها ايه؟ طب يا او يفحص. طب مين يقول لي يوز البسط بتاع لسه ما قلتش حاجه، لسه ما سالتش. مين يقول لي يوز معناها ايه؟ مين يقول لي تيست معناها ايه؟ عمار مخاصمنا ليه؟ مين يقول لي رين معناها ايه؟ تمطر. طب مين يقول لي ريمبر؟ الله ينور. مين يجيب لي البسط بتاع سي؟ سو. طب مين يقول لي البسط بتاع ميك؟ طيب نعيد تاني كلمة ميك البسط بتاعها؟ طيب يا سويم؟ سويم. طب ايت ياكل؟ ات. طب جو يذهب؟ عايش. طب سينج يغني؟ الله ينور. طب وامو ايز البسط بتاعها؟ طب هسألك سؤال بقى ده للشطار بس، البلد مش عارف يجاوب. امو ايز وار وزور البسط بتاعهم اسمه ايه؟ لا تاني. ام ويز وار، لا معلش انا سالت غلط. ام ويز وار وزور الانفينيتيف بتاعهم ايه؟ لا اي لا الانفينيتيف بتاعها بتاعهم هو بي. مش انت قلت فيرب تو بي؟ فيرب تو بي بي راجل مجنون، فاكرين بي راجل مجنون سمى عياله كلهم يكون. يبقى ام ويز وار وزور عيال مين؟ عيال بي. يبقى الانفينيتيف بتاعه مين؟ طيب مين يقول لي ار البسط بتاعها؟ وي. طيب فيل البسط بتاعها؟ فيل. طيب كاتش يمسك؟ كوت. كاتش كوت، كاتش كوت، كاتش كوت. لما تيجي تحفظ احفظها كده كاتش كوت فيل فيلت، احفظها بالطريقه دي. طب مين يقول لي فريز؟ فروز. طب مين يقول لي هاف؟ الله ينور هاف هاد. طيب هات اللي بعديها. طيب يعيش بجوار هقول له ايه؟ ليف باي. ليف باي احسن يوسف، احسن اروى. طب مين يقول لي اكله رائعه؟ طب مين يقول لي يغني اغنيه؟ طب مين يقول لي يشعر بالمرض؟ طب مين يقول لي يشعر بالسعاده؟ طب مين يقول لي بدلا من؟ طب مين يقول لي مذاق فظيع؟ طب مين يقول لي زبادي مسلج؟ فروزن يوجرت. طيب انا فهمت حاجه تعال اقول لك عليها. طبعا ده البسط سيمبل احنا شرحناه قبل كده، وفي فيديو معمول للجرامر ماشي بتاع رابعه كلها، استاذنك بص على فيديو الجرامر. طيب ايوه هات لي بيج نمبر 60 وتعالى نحل بدرجات. بص معايا على الاكسرسايز ده قبل ما تحل معايا يا مستر. طيب حط اندرلاين على الكلمات ده اللي فوق. يسترداي، لاست اجو، ان ذا باست. تمام يا مستر؟ لو شفت كلمه من الكلمات ده هي دكتور اياد باخد الفيرب في الباست. او ما تحلش بقى خليك معايا الاول. او بختار ديد، او بختار ووز، او بختار وير، الحاجات اللي هي بتاعت الماضي دي. بس خلي بالك ديد وديدنت بعدهم الانفينيتيف حتى لو الكلمات دي موجوده. معايا يا دكتور؟ يعني ما ينفعش اقول ديد بلايد اقول ديد بلاي، ما ينفعش اقول مثلا ديدنت جو ديدنت وينت اقول ديدنت جو. يبقى بعد ديد وديدنت بجيب مين؟ الانفينيتيف. حل
عليهم 15 درجة 15 ماركس يا شباب. استعد، تعالوا نشوف الاكسرسايز ده بعد ما الناس حلوه. وطبعا دي كانت درجات الناس الى حد ما درجات يعني مقبولة. تعالوا نشوف لاست، يبقى انا هاخد وينت. طيب يسترداي، بص انا بحدد ايه وانا عينيا بتشوف سويم. الف ب حل لما تشوف الكلمات دي ما باخدش حاجه فيها اي ان جي وما باخدش حاجه اخرها اس، الاثنين دول بره عشان يبقى الاختيارات عندي من مين؟ ما بين سي وسو. انت مركز اهو، يبقى ما بين سي وسو دي صح. طب جراند با هاخد كوت. طب هنا هو في ات، مفيش كلمه داله على الماضي، مفيش، بس الفعل هنا هو اكل، يبقى بعد ما اكل عمل ايه؟ هاد، ماضي برضه. لاست يبقى فيلد. طيب هنا هو لاست برضو ات. طب هنا هو انت عندك هنا بقى ان الناس اتلخبطت فيها دي اللي هو ات. طب الات دي بتاخد وير ولا ووز؟ هتاخد ووز. حتى بص كده وير وار الاثنين ايه؟ جمع. طيب هنا هو هتبقى هات، علشان طبعا في يسترداي، في لاست هتبقى وينت، في لاست هتبقى سانك، في لاست هتبقى جيف، في اجو هتبقى بوت، في يسترداي هتبقى ران، بس هنا في ديد هتبقى انفينيتيف. طبعا الدكتوره مقفله يا جماعه، ودكتوره طبعا الدكاتره ما بيغلطوش حبيبي. طيب يبقى كده الدكتوره اروى هي الفيرست بتاعت الناس دي. تعال نكمل، اقعد بقى لحد هنا وتعالى ناخد ليسون جديد. استعد.